السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد عند شي نادية. كما عودكم دائما مع نباتاتي في السطح، كل يوم أني نكتشف حاجة جديدة بالنسبة لي. وبما أنني نبغي بزاف نباتات ونبغي نتعرف عليهم اسمواتهم ووقتها يعيشوا وقتها المدة تاعهم ايتو، الوغ اكتشفت غير البارح مهمة وكان نصيحة ان شاء الله لاخواتي اخواني اللي غارسين هذا النبتة. هي نبتة العنكبوت وبالفرنسية اسمها ان بلانت داغيني. فوالا الوغ شاهي الحاجة اللي اكتشفتها فيها انها ما تديرش الازهار، ما تدير بذور. الوغ البذور تاعها بمقارنة من بعد نهضر على البذور، بمقارنة مع هذه النبتة، هذه على فكرة نفس النوعية إلا أنها فيها دي غيور كومسا. ألوغ سبحان الخالق، شوفوا كي دايرة. هذه على فكرة دير الأزهار كما راكم تشوفوا، ها من الأزهار تاعها، استغفر الله. آمينة. فوالا دارت هادي، وهنايا كي شغل ما ماتو، مي راهي نبتة صغيرة. فوالا البذور الأزهار تاوعها هادي هما، مي غادي ندير الملاحظة عليها وسي، غادي نراقبها ونشوف هل دير لي غران ولا لا. بصح هادي كيما قلتلكم نرجع لهاد الاكتشاف ما هوش غريب بصح اكتشاف جديد بالنسبة لي. انا صافي ديزاني راي عندي هاد النبتة ومانيش حاسي كيف حتى لدروك بافقت لها. الى راكم تشوفوا ها همينا لاليكران تاوعها، انا ان شاء الله تكون الصورة واضحة غادي نوريكم في جهة اخرى ان شاء الله بلاك هاي وين الله سبحان الله. ها من هذه كانت واه راكم تشوفوا فيهم، ما ديرش ما دارتش الازهار بصح دارت ديريكتومون هاد البذور. درك نروح نجيب لكم البذور تاعها، ديجا راني قلعت منهم وراني غرستهم. ان شاء الله الى ناضوا غادي ندير معكم ان اوتر بلونطاسيون وندير معكم فيديو مباشر. سبحان الله نفس النوعيه، هذه ما دارتش لي فلوغ وهذه راهي دير في لي فلوغ. اللي يعرف عليها هذا النبتة يخلي لي تعليق، وانا كما قلت لكم دائما عند وعدي نراقب هذه ونشوف هاي لا دير لي غران كومسا اللي راهي عنده غارسها باش يحافظ عليها ويدير الاكثر منها وسي يبروفيت من لي غران. فوالا كيما هادي هاي بنا غادي يدير هذا هو اللي يدير لي فلوغ. غادي تكبر كيما هكا، كيما هادي تاني هادي هكا. ان شاء الله راني نصور بيد وحده ونوريكم بيد وحده ان شاء الله ترضاو عليا، ترضاو على الفيديو. دائما نقولها مرحبا بالمشتركين الجدد اللي التحقوا بالقناة قريبا ان شاء الله، فرحوني زعما كي شويك سون رونتري با لونطون انا قسم في بليزير اي ميرسي بور تو. والمشتركين اللي القدم هم اصحاب الدار دائما نقولها، وماذا بكم ما تنساوش الاشتراك بصدق والمشاهده كذلك بصدق والبارتاج والجيم الجام الجام للفيديو، جزاكم الله خير. ما غادي الواحد يخسر والو، الجام هو اللي طلع الفيديو كما دائما نقولها. ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتلاقاو في فيديو اخر بحول الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.